بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شابتر، احنا قدامنا 15 و16 و17، يبقى كده خلص المقرر. نتكلم طبعا عن الفورنسيك ميديسين اند توكسيكولوجي، الطب الشرعي والسموم، المقرر على شعبة الهيلث انسبكتورز، المراقب الصحي، الترم الثاني في سنة تانية. كنا وقفنا المرة اللي فاتت على الشابتر رقم 15 ايدنتيفيكيشن، يعني تحديد الهوية، نعرف اللي قدامي هل ده فلان ولا مش هو، يعني نقدر نتعرف على الشخص اللي موجود. ايدنتيفيكيشن تحديد الهوية، التعريف برضو يا جماعة للمرة قلتها يعني مرات عديدة، التعريفات مهمة جدا وممكن اجيبها لك. determination of individuality of the person، شخصية الانسان اللي قدامك، الفرد اللي قدامك، الشخص اللي قدامك ده. depending on certain physical character، في شوية حاجات physical character، خواص موجودة في هذا الانسان. يبقى مثلا يعني مثلا طوله، مثلا عينيه، مثلا بشعر من غير شعر، يعني لونه، دي كل الحاجات دي تحديد شخصية الشخص ده. يبقى التعريف مهم جدا. او اقول لك ايه definition of identification is، نقط تقوم انت عائل لي، determination of individuality of a person depending on certain physical characters. اهميتها في ايه بقى؟ اول حاجة في living persons، واحد عايش واحد ميت. لو واحد عايش طبعا في الجرائم نحدد شخصية المرتكب الجريمة ده، المردر، الجاني، الريب، فعاليات الاغتصاب، interchange of babies، غيروا الطفل، ازاي نحدد ان البيبي ده مش بتاع الام ده، impersonalization، انتحال شخصية، واحد منتحل شخصية التاني، داخل بيقول انا فلان وهو مش فلان، ازاي نحدد هويته، دي في حالات كلها جريمة. في حالات المدنية المارج طبعا لازم نحدد انه فلان هو ده متجوزة فلان. الميسينج بيرسون، شخص مثلا مفقود، او انهيرتن، حالات الوراثة، اذا كان ده ابنه ولا مش ابنه، او بنته ولا مش بنته. الديد بقى الكل دي احياء. الديد بيرسون، الفاير، في حالات طبعا الحرائق والانفجارات والحوادث، بيجي لك نقول لك احنا بنقوله شخص وطني، كويس، عديم النطق. الشخص الوطني نفضل وراه لغاية ما نعرف مين الشخص الوطني ده، او شخص اجنبي بيبان على الملامح انه خواجة، او مثلا لونه مثلا مش افريقي مثلا او كده، فبنقدر نحدد في الديد، بس يكون ميت بقى. طبعا في حالات الانون بودي فاون، طبعا اللي انا بقوله اهو، في حالات لقيناها في الطريق، لقيناها في المية غرقان، لقيناها في اي مكان مرمي، ديد بودي، بنقدر نحدد شخصية هذا الانسان المتوفي، او ديكومبوزد او مالتيبلايد بودي، يعني ايه؟ يعني متحلل، او جسم ايه لقيناه مرمي في اي مكان، ممكن نقدر نتعرف عليه. نتعرف عليه ازاي؟ اول حاجة من البون ايدنتيفيكيشن، من العظم، بنشوف اذا كان شوية عظم قدامنا هل ده عظم ولا لا. اذا كان الاوريجين اوف ذا بون، العظم اللي قدام، لقينا شوية عظم، هيكل عظم، بنحفر بتاع لقينا هيكل عظم في مكان، فهل اذا كان الهيكل العظمي ده هيومن اور انيمال، ده حيوان ولا انسان، كم شخص، اذا كان ذكر ولا انثى، بنقدر احنا بنحدد في العظم ده الذكر من الانثى، من الحوض. الحوض في الميل في التشريح بيبقى كنس، في الفيميل لو جبت لك عظمه حوض بقول لك دي ايه، وانت شايفها بتاعه ذكر ولا انثى، هتقول لي لو كانت مفتوحه كده بتبقى فيميل، لان طبعا ايه بيبقى اعرض شويه في الميل وليها خصائص، لان الفيميل من خصائصها انها بتحمل بيبي، انما الميل لا، بيبقى الكنس الايه البلفس بتاعه، العمر بتاعه، اذا كان في عنده من طريق السن، لو كانت جثه مثلا شوف سنانه، او حتى لو كانت جمجمه السنان طلعت كام سنه طلعت، appearance of لو لحم، لو ايه بيعملوه في الطب الشرعي بعد 18 تلاقي كل الايه العظم لحم في بعضه، يبقى ده فوق 18 سنه، اللي هو union of epiphysis، اللي هو العظم من فوق واخرها من تحت، خلاص بتتوقف عن 18 سنة، عشان كده بيحدده في التسنين وكده، يقوم عامل له ايه اشاعة، لو لحمت يبقى فوق 18 سنة، لو لسه ما حملت اقل من 18 سنة. والسوتشرز بتاعت السكال طبعا في البيبي، اذا كانت هو عبارة عن ايه تجاويف في الجمجمة، لحمت يبقى اوكي. ريس اوف ذا بيرسون، سبب الوفاة بنقدر نكشف عنها، وايه والتايم باز
سينس ذاس الوقت اللي عدى من ايه من فترة الوفاة. اذا كان قابلنا ديد بودي بقى واحد ميت، بنشوف ديسكريبشن اوف ذا كلوز الملابس بتاعته والارتكلز كونكت، لابس سلسله، لابس خاتم، لابس اي حاجه كده منها، او لو واحده برضه نفس الشيء. ديسكريبشن اوف ذا جنرال فيتشر، بنشوف اللون، الجلد، الشعر، لون العينين، حدقه العين، لون العينين، الايرس، شيب اوف ذا ايز، ماوث، نوز اند اير، شكل الودن، شكله ايه، مناخيره كبيره، مناخيره صغيره، مناخيره مفتوحه، يعني ايه كل دي تير اكزامينيشن، بنفع بنشوف اذا كان في ايه عنده سنه مخلوعه، دي علامه او عامل حشو اسنان، فيلينجز عامل تيكنج، وطبعا بنصوره من قدام ومن ورا بروفيل، وبناخد ايه بصمات الاصابع بتاعت الميت. الايج طبعا بنشوف الاكس راي، بنعمل ممكن هو ميت بنحطه على جهاز اشعه، نشوف اذا كان ايه العظم بتاعه او ايه او نمو الاسنان، نعمل له اشعه تقدر تبين لي عمره. طبعا السكس برضه اذا كان ذكر ولا انثى، من الملابس كمان يعني لبس، لابس لبس ستات ولا لبس رجاله، لو كان ابتدى يحصل تحلل او كده. كومبليشن طبعا الريس، الهير شكله، شعر ناعم، شعر خشن، البون اكزامينيشن، السوشيال ستيتس، ديجري اوف بيرسونال كير، لو كان لو قابلنا واحد من اللي هم مرميين في الشارع هيبان طبعا سايب دقنه، الهدوم مقطعه ومش نظيف، انما لو واحد طبعا ايه مهتم بنفسه، بيستحمى مثلا كل يوم، هيقدر يتعرف برضه من الديجري اوف بيرسونال كير بتاعته، مهمل في نفسه ولا مش مهمل في نفسه. كونجنتال مال فورميشن اند بيرس مارس، في علامه ولا لا، في حسنه كبيره كده مثلا في جنبه في ظهره بيتعرفوا عليها، او مثلا عنده اي ايه عيب مثلا صبع زياده او صبع ناقص متشال، عنده اي مشكله مثلا في رجليه متنيه مثلا فيها حاجه عيب خلقي ممكن برضو نعرفه. واوبريشن اند سكارز، لو عمل عمليه وايه قبل كده، او تاتو اللي هو الوشم، لو عنده كان عامل وشم مثلا، في ناس كتير واصبحت موضه دلوقتي بنشوف لعيبه الكوره بيحط وشم، فممكن نقدر من الوشم بتاعه نتعرف عليه. كل ده عشان ايه؟ تحديد هويته. ده ميت. طب لو كان حي بقى، نفس الحكايه زي بتاع الميت بالظبط، بس طبعا هنا في ده حي بقى، فبنقدر نشوف مشيته شكلها ايه، صوته خشن ناعم، فيشل تعبيرات وشه، اذا كان بيكتب يمين ولا شمال، هندر نخليه يكتب، نشوف اذا كان بيكتب يمين ولا شمال، نقدر برضو نقدر تدلنا كنوع من ايه اثناء الانفستيجيشن، التحقيقات في الجريمه. educational and intellectual level، نشوف برضو مستوى تفكيره، مستوى تعليمه، تتناقشه في اي مشكله تلاقيه راجل متعلم او واعي او نص نص. وطبعا بتاخد له صور لو كان حي، بتاخد له من الجنب ومن الوش، بتاخد له بصمه اصابع، بتاخد له بصمه اصابع القدم، بتعمل له دي ان ايه، فينجر برينتس طبعا في الحاجات دي ايه، بيعملوا الدي ان ايه اذا كان الاب مش معروف يعني، او immigration في حالات الهجره، وايه في حالات الجرائم، في حاجات برضو بيبقى زي دي ان ايه بتاخد من الليب، من الشفه، من الودن، من الايرس بتاعت العين، من البالت اللي هو الفك يعني في البق من فوق، البالت، وايه ونشوف اللي هو من الميكوزا بنقدر ناخدها يعني من الفم. احنا كده يا جماعه وصلنا identification of معلقة شوية بس ان شاء الله ايه تشتغل، ان شاء الله تشتغل كده. خلصنا كده الباب الخمستاشر، الباب الستاشر physical evidence. physical evidence يعني الدليل المادي، evidence دليل، ايه الافيدنس اللي عندك؟ لما نقول لك ايه الافيدنس، ايه دليلك يعني فلان، طب ايه الدليل اللي عندك؟ في فيزيكال ادله ماديه، الادله الماديه بتستعمل برضه في الجريمه في الطب الشرعي عشان تو ايدنتيفاي ديفرنت تايبس اوف فيزيكال ايفيدنس في الجريمه، في الجرائم بتبقى مهمه جدا. في اظن الادله الجنائيه او كده برضه دي بيسموهم كده يعني مباحث الادله الجنائيه والادله الماديه، فيزيكال ايفيدنس ديمونستريت ميثود، وهنشوف طريقتها دلوقتي.
عندنا بقى ايه الادله بقى؟ في نوعين، حاجات بيولوجيكال، حاجات حيه، زي دم، سيمن، سائل منوي، سلايفا، الرياله او الريق بتاع العيان وشعره. النن بيولوجيكال بقى حاجه مش حيه، زي فايبرز، الياف موجوده عليه، كلوذس الملابس بتاعته، البطن اذا كان في زرار ناقص هنقولها، انسترومنت الاله اللي استخدمت يعني، ده دليل مادي برضه، وبروكن جلاس لقينا ازاز مكسور ولا حاجه برضه، ده دليل مادي انه مثلا دخل الشقه منه لو لقينا الازاز مكسور. كل دي ادله ماديه. نشوف البيولوجيكال بقى، الحاجات اللي ايه الحيه اللي بنشوفها في الانسان. اول حاجه الدم. الدم ده بينقسم الى ثلاث حاجات، بناخد عينات قدامنا يعني بتصادفنا ثلاث حاجات. فريش بلاد ده طبعا بناخده، بناخد ورقه فلتر بيبر، الورقه البيضاء الناشفه دي مدوره كده، وبنحطها على الدم وبنسيبها تنشف وخلاص، وايه الطب الشرعي بيحللها. الدم بقى اللي هو رطب شويه، الدم يكون ممكن ابتدى ينشف، ابتدى يلزق كده، فبناخد بيس اوف جوز، شاشه مبلله كده، وبايه وبناخد بنمسح منها مسحه من الدم اللي ابتدى ينشف ده اللي لسه رطب او طري، وايه ونسيبها تنشف. او لو دراي بقى خلاص بنجيب سكراب، بنجيب سكينه او موس حلاقه ممكن، وايه بنحك الدم ده ونحطه في انبوبه عشان نبعته يتحلل. طب هتحلل في ايه بقى؟ اول حاجه اذا كان ده دم ولا مش دم، في بريليمينري تيست اولي يعني، خلي اعرف واحد مثلا بنزودين، ده تيست ده بيتعرف ان ده دم، ما ممكن حاجه حمراء، ممكن يكون عصير مثلا لونه احمر، عصير فراوله، لا ده دم، يبقى ايه اول حاجه نتاكد انه ده دم. في بقى طبعا ده اولي ان ده دم، بعد كده دم، طب نعمل له كونفورميشن نتاكد انه دم بالايه، مايكروسكوبيك، مايكرو كيميكال، شويه حاجات، وسبكتروغرافيك، سبكتروسكوبيك تيست، برضو تحاليل زي اللي قلناها قبل كده، الكروموتوجرافي والسبكتروغرافي. طيب بعد ما عرفنا ان ده دم، اوكي، طب يا ده دم ممكن انسان ولا حيوان؟ ممكن كانت فرخه مذبوحه، ما الواحد بيقف ممكن بتاعت اللي هو ايه نقطه دم طلعت اثناء ذبح الفرخه او الخروف او يعني اي انيمال يعني، طبعا ده ايه بيتقدر بيتعرف اذا كان هيومن او انيمال، كل ده الطب الشرعي بيعرفه، مايكروسكوبيك تيست او بريسبيتين تيست. طب اذا كان الدم ده شخص بقى نحدد ايه الجروب بتاعته، غالبا اي بي او ار اتش، يعني دول اهم اثنين حاجتين، الاي بي او فصيله ايه او بي او اي بي او او الاربع فصائل، والار اتش، الار اتش ده يا بوزيتيف يا نيجاتيف. طيب ايه الادله الماديه تانية؟ البيولوجيكال، الحاجات الحيه اللي بنقدر نعرفها، سيمينال اناليسيز او سيمينال ستين، عينه من الايه من سائل المنويه لقيناها موجوده. كاركترستيك بقى طبعا قال لك ان هنا الايه ان القذف بيتم طبعا 2 او 5 سنتي بيخرجوا فيهم حوالي 20 او 120 مليون، وطبعا بيبقى يلوش وايت وستيكي او جيلاتينس كده، والبي اتش بتاعته 7. ده خصائص السيمن اللي ايه بتاع الانسان. لقينا برضو حاجه يعني بقعه كده او شيء موجود على الملابس، دي طبعا بتدل على الجريمه، وخاصه ان احنا نتعرف عليها اذا كانت فعلا دي سيمن ولا اي سائل، اي حاجه وقعت عليه مثلا. انما نتاكد لو كان دامب ستين يعني برضو رطب، بنشوف حته شاشه كده مبلله، وبناخد ايه نمسح عينه من السيمن ده لو احنا شاكين انه سيمن، وايه ونسيبها تنشف. لو كان ناشف بقى برضو بموس او بسكينه برازر او نايف بنحكه كده، وبناخد اللي بيطلع منه نحطه في انبوبه برضو بيتحلل. طيب بنحلله في ايه برضو من الادله؟ احنا في الادله الماديه، في ايه عينه نشك انها تكون سائل منوي تدلنا على الجريمه. اول حاجه هل فعلا زي ما قلنا، هل التاني كان بلاد ولا مش بلاد؟ قلت لك يمكن عصير فراوله مثلا، يبقى اذا اول حاجه هل ده فعلا ستين سيمن ولا مش سيمن؟ طبعا ايه بالكاركترستيك بتاعته هنقدر نعرف اذا كان ده فعلا سيمن ولا مش سيمن. على فكره الناشف ده اوقات بالفلورسنس تيست، حاجات كده اشعاعيه كده، بنقدر نبص عليها بالالترا فايلوت، الالترا فايلوت اللي هو الايه الاشعه الفوق بنفسجيه، بنقدر نحطها ونحط عليها بتاع نسلط عليه، بيعمل لون معين كده بيل بلو، ازرق فاتح، يبقى ده فعلا سيمن، يبقى ده فعلا سيمن، طبعا غالبا هيبقى انسان يعني.
كيميكال اكزامينيشن بنقدر نعرف ها البعد ده، ومايكروسكوبك طبعا بنحطه تحت الميكروسكوب هنلاقي فيه ايه، لو كان فعلا سيمن هنلاقي فيه سبيرم، هنلاقي فيه حيوان منوي. حيوان منوي بيتكون من ايه؟ الهيد الراس والبودي او النيك مش كده، والتيل. يبقى دي خصائص الحيوان المنوي. طيب لو كان ستين ده از هيومن برضو بنقدر نحدده اذا كان هيومن، وبعدين belonging to which person. في جروبينج اوف سيمن وجدوا ان برضو يعني ممكن من خلال السيمن السائل المنوي بتاع الانسان لو اتحلل مثلا بيتعمل يعني برضو بيقدر يعني افرض السيمن ده بيطلع مثلا جروب ايه، ويطلع والراجل نفسه اللي احنا شاكين فيه ده اصلا فصيله دمه، مش هنعمل له طبعا الراجل اللي هو الجاني ده ها او القاتل يعني مش هنعمل له تحليل سيمن، انما لقينا السيمن واحنا شاكين فيه، فلقينا السيمن ده جروب ايه ولقينا الجاني جروب بي، يبقى لا يمكن هو ده اللي عمل، يبقى مش هو. يبقى اذا الجروبنج تشبه يعني برضو اي بي او شبه الايه تشبه لفصائل الدم، وبنقدر نحدد منها او دي ان ايه برينت من الحاجات الدي ان ايه اللي بتستعمل طبعا كتير وبنسمع عنها وايه، ودي يعني الشغل بتاع الوقت بتاعنا اللي هو الدي ان ايه. سلايفا ممكن نلاقي حاجه كمان ممكن نلاقي اللي هو الريانه ها افرازات الغدد الايه الغدد اللعابيه لعاب رياله في بتاع اكستراكشن اوبتيند باي برضو لقيناها ها مريل كده او حاجه، بنحط ايه مثلا ورقه فلتر بيبر ورقه من الورقه النشافه البيضه دي وبنشفها وبنسيبها وبنحللها. طب نعمل ايه برضو، هل فعلا دي سلايفا ولا لا؟ سلايفا بواسطه حاجه اسمها ستارش اند ايودين تيست، هل فعلا العينه اللي لقيناها دي على الانسان او على البني ادم ده او في الرياله ها يعني سلايفا لعاب بنقدر نعرفه نتاكد منه. بعد كده من اللعاب ده بنقدر نعرفه هل ده بتاع راجل ولا ست، ممكن برضو نعرف، وبرضو من اللعاب نقدر نعمل له جروبينج او نعمل له دي ان ايه. دي كل دي الحاجات البيولوجيكال. نون بيولوجيكال بقى حاجات مش حيه الهير والفايبرز، طبعا بنلاقي في الاكزامينشن واحنا بنفحص ممكن نلاقي شعر زي ما اتفقنا، وفي حالات الريب لسه قايلينها حالات الاغتصاب ممكن نلاقي شعر، ولو لقينا شعر موجود مثلا على المجني عليها واخدنا عينه منه ولقيناه من شعر الانسان مش بتاع مش شعرها، لا يبقى طبعا دي ايه اداه مهمه ودليل مادي اللي احنا بنتكلم عنه physical evidence of ايه ان الجريمه تمت ازاي. طيب examination ان احنا بنعمل اول حاجه human hair، الشعر اللي لقيناه ده شعر انسان ولا شعر حيوان، اي حاجه قطه كلب بتاع ما مش كده، او فايبر يعني الياف شويه الياف. يبقى الاول نفرق بين الهيومن والانيمال، انت هتلاقي ان الايه ان الهيومن الانيمال دايما يعني ناشف وتخين وعريض الشعر كيوتيكل والكورتكس والمدلة، دي تحليل الشعر يعني بنشوف الكيوتيكل الجزء اللي بره الكورتكس الداخلي والمدلة الايه الداخليه خالص المجرى بتاعه الشعرايه بيختلفوا الانيمال عن الايه عن الهيومن. طيب اذا كان certain fibers يا الالياف دي بقى ايه فايبر قطنيه flattened وtwisted ribbon بيبقى شريط كده زي الشريط، ولا سلك حريريه regular حرير بقى regular وcylindrical وrefractive تعكس كده الضوء كده اللي عليها، او لينن نوع من الايه من الكتان. طب اذا كان الستين ممكن ميل او فيميل بنقدر نعرفها بنقدر نعرف الشعرية دي ميل ولا فيميل، وبرضو الدي ان ايه بيحدد لنا كل شيء. بعد كده الكلودس الملابس بقى طبعا بنقدر ايه مهمة جدا الملابس دي، يعني احنا كان بيجي لنا انا شخصيا بيجي لي حالات مثلا طلق ناري كان اهم حاجة نقلعه بالراحة وبتاع، فالملابس دي لازم بتتحط في الايه وتتحرز بالذات في الطلق الناري، يعني يمكن الخناقات والبتاع جرح طعني نقلعه تي شيرت مثلا واخد طعنه بنقلعه التي شيرت بنحطها وفي كيس ونقفلها ونبرشمها ونحط لها شمع احمر ونروح نسلمها للنيابه، لان لازم النيابه هتطلب اين ملابس الطلق الناري او اين ملابس الجرح الطعني. خلي بالك الملابس وانت بتقلع له برده بالراحه مش تقصقص فيها بقى، لا
obtaining clothes for examination. clothes must be taken off. لازم تتخلع. بنخلعها من المريض او المصاب او المجني عليه او الميت carefully بالراحة عشان ما نقطعهاش. ها وبتسيبها تنشف وبوت ان ويل عشان ما تعفنش يعني، وبنحاول تنشفها كده تحافظ عليها اوعى تتسرق ولا حاجه من دي الملابس المصاب. ها وبنحطها في ورقه سيلد يعني مقفوله كويس جدا متشمعه متشمعه، وبنبعتها للنيابه ها على اساس تتحلل ويأمر الادله الجنائيه ايه تعملها. طبعا اكزامينشن بنبحث عن ايه؟ طبعا بنبص بعينينا كده هاند لينس انفراريد، بنقدر نعملها يا بعينينا يا بالايه بعدسه، بنجيب عدسه او بشعاع الانفراريد ها الاشعه تحت الحمراء ممكن يوري لنا برضو الملابس دي فيها ايه. وطبعا بنبص ايه على الملابس اذا كانت تايب نوعها كونديشن اوف اني تيرز، هل عليها دموع لوس اوف بطن زرار مفقود نتيجه الفايولنس نتيجه العنف بيشد فيها متقطعه فيها بقع، البقع دي سواء دم بقى او مش كده مش احنا قلنا او سيمن ها. وكونتنت اوف بوكيتس لو فيها جيوب ها بنشوفوا ايه بتحتوي ايه على الجيوب. الاسئله هو سؤال واحد بسيط جدا ها، وهيقول لك الادله الجنائيه الفيزيكال ها في هذه الحاله. ده سؤال سهل جدا يا ريت ايه تقراه كويس. اخر حاجه يا جماعه الباب اللي هو ال 17 بروفيشنال ethics and health of health inspector. professional اللي هو الوظيفة يعني او التخصص. ethics يا جماعة كلمة ethics معناها اداب المهنة. الethics الاداب الصح والغلط الشيء الحلو الجميل الethics. يعني انا دايما وبنقول دايما في محاضراتي كلمة ethics مثال الethics اللي الواحد يعني واحنا صغيرين بنركب الترام رايح الكلية وانا قاعد في الترام ها شاب صغير في العشرينات رايح الكليه ببص راجل كبير في حاجه اسمها ايثكس. الايثكس اداب او الاخلاقيات بتاعتي نقوم قايم ناطط منطور ونخلي الراجل الكبير يقعد اتفضل، لان لا يمكن ان الراجل الكبير يبقى واقف وانا قاعد انا شاب صغير. دي ايثكس اداب اخلاقيات. دايما اقول برضو مثلا ان يمكن دلوقتي ممكن نشوف الولد ممكن يشرب سيجاره قدام ابوه، لا دي ايثكس يا جماعه دي مش ايثكس دي مش ايثكس ها ان الولد يشرب سيجاره قدام ابوه عيب. بص يا جماعه بقى احنا عندنا ايه في الباب ده، لان بس هنقول لكم ايه الملامح بتاعته. في حاجه ديوتيز اوف هيلث، ما هي ايه واجباتك واجبات دي بقى المفروض اقول لكم برضو في التعيينات لو بره يمكن هنا برضو المفروض بيعملوها موجوده، هتلاقي لو كنت شغال في وزاره الصحه هتلاقيها في المديريه اللي تتبع لها هتلاقي عندك اللي هي بيسموها جوب ديسكريبشن التوصيف الوظيفي بعمل ايه. ما انا لازم اعمل حاجه عشان بعد كده لما يجي مسؤول او مفتش بيقول لك انت ما عملتش كده يقول لك لا انا التوصيف الوظيفي بتاعي مثلا ما اطلعش مثلا انزل سوق مثلا او اشوف مش عارف ايه. ما ممكن تقول لي بقى اي حاجه بقى تقول لي تسالني عنها، لا يبقى اذا الديوتيز دي مهمه جدا ان انا نعرف ايه الايه التوصيف الوظيفي بتاعي ده المفروض في الملف بتاعي اعمل ايه وما اعملش ايه. يعني ايه مهمه جدا. اول حاجه الفود كنترول طبعا بتاخد ايه عينات من ايه المخابز من بتاع دي كل الحاجات دي انا مش هقولها انت ايه هتعرفها. انفايرومنتال هيلث طبعا هتكشف عن الميه هتحرر مخالفات كل الكلام ده شغلك برضو للايه لصحه البيئه انفايرومنتال هيلث. بعد كده ابيديميولوجي بقى تشوف نوتيفيكيشن طلعت لك حاله حصبه او تشيكن بوكس او 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 روبيلا او كوليرا او ريبس او انفلونزا بتنتشر زي الانفلونزا بتاعت اليومين دول او مننجايتس حاله مننجايتس او حاله او حاله اكيد انت شفتوها شلل رخوي هتشوفوها شلل رخوي شلل ده بيخش في ايه ممكن يكون بوليو يكون شلل اطفال يطلع تاني بعد ما انتهى عندنا اعتقد من 2004 واحنا وخلص من عندنا ونلاقي حاله دي كل ده وظيفتك انت. فاكسينيشن جميع التطعيمات تتاكد ان كله بيطعم دي من التوصيف الوظيفي بتاعك. هيلبس as assistant الميديكو ليجال اظن بقى يعني حاله شنق حاله طعن حاله غرق حاله دراع بعد كل الشغل اللي قلناه اعتقد انت ايه في هذه الحاله
يعني هتقدر تتعرف عليها تمام، وهتبقى فاهم الشغل بيعمل ايه. حتى لو الطبيب شرعي لو سمح لك انك تخش هتلاقي نفسك فاهم هو بيعمل ايه وفاهم انت بتعمل ايه، وهتعرف التيبس الرمي، وهتعرف الترسب الدمي الرمي، كل الكلام ده هتعرفه. سكسسفول هيلث انسبكتور لازم طبعا ايه الكلام ده يكون يعني انسان مهذب، يتكلم كويس، يحترم اللي قدامه، يكون عنده معلومات، يعني دايما ايه ما يحاولش ايه حتى يغضب ربنا ان بيحصل قد يكون تجاوزات مثلا، او حد مثلا بتاع النفس الضعيفة انه ممكن ايه يتسطر على حاجة. كل الكلام دي مهم جدا في عمل المراقب الصحي. وطبعا الحتة الاخرانية دي اذا كانت ايه ملاحقة اي حاجة طبعا غلط، if the inspector consider someone is breaking health، لو واحد طبعا حسيت ان هو ايه مثلا مش بيشتغل صح مثلا بتاع، فالمفروض ايه ان انت تلاحقه. اذا كان مثلا في اي حادثة food poisoning تلاحق هذا المحل، لان ممكن بعد كده ايه يحصل تسموات غذائية تانية. وكل الكلام ده ان انت برضو ايه condition required prescription، يعني بتحاول دايما ان انت ايه تلاحق الحاجات في ال death case of death of sickness food intake. كل الكلام ده هتقدر انت تعمله. appealing استئناف، يعني ايه يعني زي تظلم، زي تظلم against health inspector in some if someone thinks that notice inspector is unfair. ممكن واحد يقول لك ده الراجل ده ظالمني، ان المراقب الصحي ده اللي اخد عينات ده ظالمني، فانت لازم تتقبل ده، وعنده ولازم هو عنده اللي انت وانت زي ما انت عملت له مخالفة ولحقته، زي ما هو برضو ممكن يتظلم ويستأنف ضدك. فكل الكلام ده برضو لازم تعرفه. احنا كده خلصنا المنهج بتاعنا، نشكركم وان شاء الله يعني نشوفكم على خير وفي ايه وفي مادة اخرى. انما حاول زي ما قلت لك تحل الاسئله اللي انا قلتها، الاسئله جايه من بعد كل باب، دي حاجه. الحاجه الثانيه الديفينيشنز يا جماعه مهمه جدا جدا، التعريفات، لان الديفينيشن ممكن يجي تعريف بقول لك الحاجه كذا وتقول التعريف ده، او اقول لك التعريف انا وتقول لي بس كلمه واحده، او ممكن احط لك التعريف بتاع حاجه واقول لك كذا حاجه تحتيها زي ما اتفقنا اللي هو في المالتيبل تشويس، اديك تعريف واقول لك ده ايه ده كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. كويس، اعتقد كده يعني ان شاء الله نكون ايه وفيت الـ المنهج بتاع الطب الشرعي والسموم، وبالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى النجاح للجميع، وربنا يوفقنا جميعا وتزول الغمة اللي احنا بنمر بيها باذن الله. وشكرا لكم.